هذا وأعلن البيان الصادر عن اجتماع مكة المكرمة عن الاتفاق على قيام كل من السعودية والكويت والإمارات العربية بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى 2,500,000,000 دولار أمريكي لمدة 5 سنوات. انطلاقا من الروابط الأخوية الوثيقة واستشعارا للمبادئ والقيم العربية والإسلامية، لبى أمير دولة الكويت ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة دعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد اجتماع في مكة المكرمة بحضور ملك المملكة الأردنية الهاشمية لبحث السبل التي يمكن من خلالها معاونة الأردن الشقيق وشعبه على تخطي الأزمة الاقتصادية التي يمر بها من أجل مواصلة عملية البناء والتنمية بما يعود بالخير على شعب هذا البلد الشقيق الذي تربطه بالدول الثلاث علاقات تعاون وطيدة. الاجتماع الرباعي خرج باتفاق على قيام المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى 2,500,000,000 دولار أمريكي، تتمثل في وديعة في البنك المركزي الأردني وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية. وتعكس مبادرة خادم الحرمين الشريفين الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في المنطقة، وتؤكد مدى حرص الدول المشاركة في الاجتماع على تقديم كل العون الممكن للأردن الشقيق لتجاوز هذه الأزمة العابرة.